الآن أعزائي المشاهدين محبي الطقوس، بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم طقس ومعنا، وحلقتنا النهاردة بعنوان حول أحد السامرية مع نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين مطران كرسي المنوفية وأستاذ اللاهوت الطقس بالكليات الإكليريكية ومعهد الرعاية. مرحبا بنيافتك سيدنا. أهلا بقدسك يبونا، كل سنة وقدسك بخير وكل الكنيسة بخير وكل مصر بخير. تعيش سيدنا، ربنا يخليك. سيدنا طبعا إنجيل السامرية هو ذكر في إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح الرابع، لكن معلمنا يوحنا اهتم كتير قوي باللقاءات الشخصية بالسيد المسيح، فهل يوحنا الحبيب اهتم بهذه اللقاءات بسبب علاقته الشخصية بالسيد المسيح، فكان واخد باله من هذه اللقاءات والعلاقات الشخصية اللي بيعملها السيد المسيح بالناس؟ ولا شك أن كل لقاء كان له موضوع، فهو اهتم بالشخص عشان الموضوع. يعني مثلا لقاء السيد المسيح بنيقوديموس كان الكلام عن الولادة الجديدة وازاي الانسان يعرف ربنا من خلال الولادة الجديدة، وهكذا السامرية طبعا التوبة. يعني لا شك انه كان في موضوع معين بيقدم نموذج ليه في شخص معين، ودي الحقيقة سمة في إنجيل يوحنا. يعني يمكن في بقية البشاير مش واضحة قوي، يعني يمكن قابل مثلا فريسي دخل بيته، حاجات كده نادرة يعني، لكن في إنجيل يوحنا في أمثلة كتير الحقيقة، دليل اهتمام السيد المسيح بالأشخاص مش بس بالجماعات. يعني الاهتمام بالشخص أمر مهم، ومهم جدا بقى اللقاءات الشخصية. يعني بالنسبة لنا احنا على مستوى مستوانا الشخصي سيدنا، مهم ان احنا نلتقي بالسيد المسيح باستمرار. يعني دي مثال او دعوة الى ان كل انسان يبقى له لقاء شخصي مع المسيح. يعني دي تهم قوي الناس، يعني تهم الشخص، لان هي دي اللي بتترك اثر واضح. يعني انا بتخيل لو المرأة السامرية تقابلت مع السيد المسيح في وسط مجموعة، هي جابت ناس عشان يسمعوا السيد المسيح، لكن هي التقت أولا به فقدرت تجيب ناس ليه. لكن العكس مش ممكن، يعني لو الواحد قابل المسيح مع ناس غير لما يقابله بصورة شخصية. حتى زكى رئيس العشارين، حتى والسيد المسيح وسط مجموعة من الناس حرص انه يطلع الجميزة لانه كان قصير القامة عشان يشوفه ويكلمه. يعني هو كان عايز بس مجرد يشوفه، فالسيد المسيح استوقف الموكب عشان يكلمه، قال له اسرع وانزل لاني ينبغي ان امكث اليوم في بيتك. فالسيد المسيح بيحرص على اللقاء الشخصي، يعني حتى لو شخص يعني كان مجرد بس عايز يشوف يعني، لكن لازم يلتقي بيه ويدخل بيته. الاهتمام بالأشخاص أمر حلو الحقيقة، وده واجبنا ككنيسة برضو. ده يخلينا بقى نهتم إحنا كرعاة يعني بالأشخاص. تمام، يعني الاهتمام بالمجموع لا يلغي الاهتمام بالفرد، وده مهم جدا الحقيقة. عايز عين الراعي تكون عين فاحصة وممحصة بس يقدر يعرف احتياج كل واحد. يعني نيافتك كده نقلت لنا النقطة مهمة جدا يا سيدنا، اللي هي بقى يعني الخدمة الفردية. يعني في مخيلتي ونيافتك تصحح لي أن لقاءات السيد المسيح مع الأشخاص هي كانت بمثابة تأسيس للخدمة الفردية، سواء كان لقاء زي ما نيافتك ذكرت مع لعازر أو مع السامرية أو مع نيقوديموس أو مع زكا، أو لقاءات كثيرة جدا والمولود أعمى والمفلوج، فهي ده تأكيد على أهمية الخدمة الفردية.
مش بس خدمة فردية، ده حصل معجزات. يعني مع المفلوج أو المخلع، مجرد قال له قم احمل سريرك وامشي، قعد 38 سنة مش عارف يعمل حاجة، لكن مجرد كلمة. ولذلك دخول المسيح من خلال الكهنوت للبيوت بتعالج حالات كتير قوي كان ليها زمن ما تعالجش. برضو لعازر أقاموا من الموت، يعني ذهب لكي يقيموا من الموت، ومجرد قالوا لعازر هلم خارجا من القبر، مش زيارة للقبر زي ما البعض بيفهم يعني، لكن إخراج الميت من القبر، مش زيارة للقبر. فزيارة القبور دي مش بتاعتنا خالص يعني، دي عادة وثنية مش مسيحية. فالحقيقة لقاءات السيد المسيح كانت لقاءات مع أشخاص بصورة هادفة ومحددة يعني. طب إيه أهمية الخدمة الفردية سيدنا؟ هي اللي بتعطي لكل إنسان احتياجه. يعني في الميت اللي كان عايز يقوم، في البعيد اللي كان لازم يقرب، في السامرية المرفوضة اللي عايزة تحس بالقبول، في الابن الضال اللي بعد عن أبوه ورجع لبيت أبيه. يعني كلها نوعيات كانت محتاجة موقف أو عمل فردي، عشان كده اللقاءات الفردية مهمة الحقيقة. في حد يا سيدنا من الخدام شبه الخدمة الفردية والخدمة الجماعية، قال الخدمة الجماعية زي ما يكون حد ماسك خرطوم مية وبيرش مية على مجموعة من الزجاجات قد ينالها بعض الماء، لكن الخدمة الفردية هي أن أنا أمسك الإزازة وأملاها بالمية. يعني فعلا تعبير جميل يوري نصيب الشخص من الاهتمام أو من البركة. يعني في وسط مجموعة هياخد بركة، بس جايز ما ياخدش احتياجه الشخصي، فلابد من اللقاء الفردي مع ربنا. يعني يمكن كان أطول حديث تقريبا ذكر في الكتاب المقدس هو حديث السيد المسيح مع السامرية، وكان خلاله في تجاذب في أنهم اتناقشوا في أمور كثيرة جدا بينهم وبين بعض. فزي ما نيافتك بتوضح ان كانت بتبقى فرصة لإجابة تساؤلات عديدة في أذهاننا. هي كانت السامرية مندهشة ان السيد المسيح وهو يهودي ناسوتيا يعني يتكلم معها وهي سامرية، واليهود لا يعاملون السامريين، فلقت شخصية متفردة مختلفة يعني عن بقية اليهود. فهو السيد المسيح أعطى مثال للإنسان المنفتح مش المغلق، مع اهتمامه جدا جدا بأصول العلاقة مع الله يعني وعدم الخروج عنها، لكن كان منفتح للكل. جميل سيدنا، ما دمنا بنتكلم زين عن الخدمة، فياريت برضو نيافتك توضح لنا ان السيد المسيح يعني بمفهوم بقى لو بمفهوم الخادم العادي، الزيارة بتاعت السامرية ديت اولا كانت بلد بعيدة ورايح لشخصية واحدة يعني اللي هي السامرية، شخص واحد بس، وهي امرأة ومختلفة كتير في حاجات كتيرة عن اليهود، فكان ممكن الخادم بقى اللي في عصرنا دوت يقول يعني نوفر الوقت دوت لخدمة تانية لناس تانية لخدمة اكبر، لكن السيد المسيح اهتم بهذه الزيارة واتت بثمار كثيرة فيما بعد. السامريين كتير قوي امنوا بالسيد المسيح. هو لا شك انه السيد المسيح كمخلص كان لازم يلتقي بكل النوعيات عشان يقدم الخلاص للكل، لانه لم يأتي لليهود فقط، رغم انه يهودي من حيث الناسوت، لكن لم يأتي لليهود فقط، حتى يقول الكتاب جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله، بمعنى انه اليهود رفضوه ولكنه ظل امل الكل يعني او مخلص الجميع بدون استثناء. ذلك كل من تقابل معه نال عطية خاصة به هو بس، يعني المخلع نال شفاء، المولود اعمى
نال عيني. وهكذا يعني كل اللي تقابل معاه. سامرية صارت كارثة بعد أن كانت كارثة. يعني واحدة اتجوزت خمسة واللي معاها مش زوجها، كارثة يعني، لكن تحولت إلى كارثة بدلا من كارثة. وهكذا يعني سيد المسيح الحقيقة كل لقاءاته كانت لها فاعلية مع الأشخاص اللي قابلهم. طب المرة سيدنا يفتك ذكرت إن هي كان ليها أزواج خمسة زي ما الكتاب المقدس ذكر، يعني الأزواج الخمسة دولت بيشيروا إلى إيه في هذه القصة؟ غالبا يشيروا إلى الخمس حواس بتاع الإنسان، أنه السيد المسيح على استعداد أن يشبع كل الإنسان بكل حواسه. هي أصلها مسكينة ما لقتش راحة مع حد، حتى الخمسة وحتى السادس اللي هي معاه ليس بزوجها، لكنها وجدت يعني احتياجها عند السابع بقى، وهو السيد المسيح اللي أعطاها الشبع الروحي اللي كانت في احتياج إليه، كانتش لقيها عند حد يعني. يعني الحواس مش ممكن أبدا تشبع بالظبط إلا بالسيد المسيح. يعني إن الشخص النفساني الذي لا روح له ما يشبعش من ربنا، هو الشبع الروحي هو المطلوب. طيب هل زيارة السيد المسيح للبيوت، يعني زي ما السيد المسيح التقى بأشخاص زار بعض الناس في البيوت زي معلمنا بطرس وشاف حماته، زكى ودخل بيته، سمعان الفريسي، وهكذا السيد المسيح دخل بعض البيوت، هل ده كان بمثابة تأسيس خدمة الافتقاد يا سيدنا؟ هو لا شك أنه مجيئه إلى العالم نوع من الافتقاد. فهو ده الهدف، يعني افتقدنا المشرق من العلاء كما قيل على لسان زكريا الكاهن. فالسيد المسيح له كل المجد استطاع أن يؤسس خدمة كل فرد باحتياجه الشخصي، وما فيش يقدر يشبع الناس كلها إلا ربنا. يعني الخادم مجرد وسيلة يدخل معه المسيح إلى كل بيت إلى كل شخص ويعطيه شبع خاص به هو أو احتياجه يعني. طب السيد المسيح النهاردة يعني في حلقتنا يعني هو بيزور السامرية ليه؟ طبعا السيد المسيح ضابط الكل كان يعني معروف ان هو رايح عشان السامرية، هو عارف ان هو رايح للسامرية، ليه راح للسامرية سيدنا؟ هو الحقيقة السامرية عنوان لثلاث أنواع. أول حاجة إنها إنسانة خاطئة عاشت مع كثيرين في الخطية يعني، ولم تشبع وكانت تعبانة في حياتها يعني. فهو علاج أي إنسان خاطئ أن يلتقي بالله، ده الحل يعني، من خلال خادم من خلال أي حد يلتقي بالله، ما فيش شبع غير في ربنا يعني. تاني حاجة السامرية كانت إنسانة مرفوضة من نسل مرفوض، والسيد المسيح أعطاها قبولا، فهو طبيب النفس اللي يقبل كل نفس. فخطية مرفوضة إنسانة. الحاجة الثالثة إنها شخصية تعرف ولكنها لا تستطيع أن تعيش، أنصاف المتدينين دول كانت منتظرة المسيح، تعرف ولكنها لم تحيا ما تعرفه، فلقت الفرصة بقى أن السيد المسيح أعطاها حياة، ولذلك قال لها من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، أما من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه فلن يعطش إلى الأبد. فقالت له أعطني من هذا الماء حتى لا آتي إلى هنا وأستقي، وفعلا إدها الماء الحي، عمل الروح القدس في حياتها يعني. طب سيدنا احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت في الابن الضال ان الأب ما راحش لابنه علشان يفتقده ويجيبه، في حين ان في القصة بتاعت السامرية السيد المسيح بيروح للسامرية، فهل من خلاف
ان السيد المسيح يروح للسامرية، ولكن الاب في القصة بتاعت الابن الضال ما يفتقدش ابنه او ما يجيبش ابنه. هو يعني هي انواع من الناس، ممكن واحد يقدر يجي بنفسه، لكن في ناس ما تقدرش تيجي بنفسها، عايز عمل الهي عشان تيجي، وده ناس كتير. يعني لولا لقاء السيد المسيح مع زكا وقال له، هو اللي عرض انه يروح له البيت، يعني قصدي لولا هذا اللقاء ما كانش هيتقابل معاه بصورة شخصية ولا ينعم بزيارة في البيت. في ناس محتاجين لازم لقاء مع الله عشان يدخل بيوتهم، يدخل حياتهم، مش بس مجرد الرؤية أو سمع عظة. الرؤية وسماع العظة ما كانش يؤدي الغرض يعني. عشان كده كل واحد مفروض ياخد احتياجه من ربنا ويصر على هذا، والله بطيب خاطر يعطيه احتياجه. يعني مش شرط يتعامل مع الكل بنفس الطريقة. لا طبعا، كل واحد له احتياج وله طريقة محتاجها. فالاحتياج لابد ان يشبع، والله هو الوحيد الذي يشبع كل احتياج. طيب سيدنا، يمكن حديث السيد المسيح مع السامرية اتكلم عن الماء، وفي حديث السيد المسيح مع نيقوديموس اتكلم عن الماء، فايه دلالة الماء في الحديثين؟ ويمكن بعد كده ناخد في حاجات كتيرة، ان يمكن معلمنا يوحنا اهتم كتير قوي بالماء في الانجيل بتاعه. ايوه، نيقوديموس كان محتاج يعرف ربنا لانه يعرف عن ربنا لكن لا يعرف الله نفسه، فلولا لقاءه مع السيد المسيح ما كانش هيعرفه، او بيسمع وبيتكلم عن ربنا لكن لم يراه ولم يعرفه. فعشان كده كان لازم هذا اللقاء علشان خاطر يعرف ازاي يوصل ليه. عشان كده كلمه عن الماء والروح، الولادة الجديدة. لكن كل واحد بقى قابل السيد المسيح، الماء بالنسبة له كان يعني شيئا، زي المرأة السامرية، عمل الروح القدس اللي يقود إلى التوبة، وهكذا. فكل إنسان الماء بالنسبة له يعني شيئا، يعني حياة خاصة واحتياج خاص، ولا يمكن حد هيعطي الحياة دي أو الاحتياج ده إلا ربنا بس. يعني نلاحظ سيدنا أن الماء هو نقطة تحول باستمرار في إنجيل معلمنا يوحنا. يعني صحيح، يعني أول معجزة هي تحويل الماء إلى خمر غير مسكر، وهكذا حاجات كثيرة أو عن الماء. صحيح، فلماذا الماء بالذات هو يعني نقطة تحول؟ هو الخلقة كانت من الماء والروح، فالماء له فعل مع ربنا، مع عمل الله يعني. فمن الماء والروح خرجت الخليقة، ومن الماء مع السيد المسيح خرجت الحياة بصور كثيرة. يعني تحويل الماء إلى خمر كان يشير إلى الحب الإلهي اللي لازم من خلال لقاء الإنسان مع الله. فرح، مهما الإنسان سمع عن حب ربنا لكن لم يشعر به مش هيستفيد حاجة. عشان كده اللقاء ده كان له معنى كبير جدا من خلال تحويل الماء إلى خمر، بمعنى تحويل الحياة إلى حب حقيقي لله، ودي كانت يعني احتياج شخصي. طب في معجزة المفلوج برضو كان في ماء، لما بيتحرك الماء وأول واحد بينزل في المية بيخف، فإيه برضو مدلول الماء في المعجزة بتاعت المفلوج؟ هو الماء كان قدامه وشايف الملاك بينزل وما فيش حد جنبه علشان يبقى أول واحد ينزل الماء بعد تحريكه من خلال الملاك فينال الشفاء. فقال للسيد المسيح كده، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، فقال له قم احمل سريرك وامشي. فكان السيد المسيح هو واهب الشفاء
خارج الماء مش في الماء. يعني الملاك كان مرسل من السماء لتحريك الماء ليهب شفاء، فمن غير الماء ومن غير الملاك السيد المسيح وهبه الشفاء. والحقيقة ده موقف يوري ان الوسيلة هي مجرد وسيلة، لكن عمل الله ملوش وسيلة معينة، ممكن من خلال معجزة زي تفتيح عيني الأعمى، ممكن من خلال أمر معين إلهي الله يعمل من خلال المادة ويعطي للإنسان حياة. جميل. معنا سيدنا أستاذة مريم. ألو، مساء الخير يا أستاذ أبونا. مساء النور، أهلا بيك، تفضلي بسؤالك لسيدنا. سلام والنعمة يا سيدنا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك سيدنا. كنت عايز أسأل بس عن السامرية. كنت عايز أسأل هل يا سيدنا أن الله ممكن يتعامل معانا كده زي ما تعامل مع السامرية، أن يجي بنفسه ويتحاور معانا بنفسه، ولا السامرية دي كانت حالة خاصة يذهب ليها السيد المسيح وبالبلد كده يفضلها السكة، يعني يخلي التلاميذ يذهبوا عشان يقدر يتكلم معها على الانفراد؟ هل ممكن يتعامل معنا كلنا كده، ولا دي كانت حالة خاصة يا سيدنا؟ وشكرا جدا يا سيدنا وحللي. شكرا، الله يحل. هو أكيد طبعا دلوقتي عمل الله فينا أقوى من خلال سكنة الروح القدس، الروح القدس فينا وعمله المستمر معنا. يعني سيد المسيح وعد ووفى بوعده، قال أرسل لكم معزيا آخر يمكث معكم ويكون فيكم. فبعد صعود السيد المسيح حل الروح القدس وسكن في من يؤمن يعني ويعتمد. عشان كده عمل السيد المسيح فينا من خلال الماء والروح بالإيمان، يعني الإيمان مع معمودية، من آمن واعتمد خلص. معنا أستاذ سامي. أهلا أهلا أستاذ سامي، تفضل بسؤال. أنت عايش حبيبي، أهلا بيك، تفضل. سيدنا الحبيب مطمي. أهلا وسهلا. أهلا سيدنا الحبيب. تعيش، ربنا يخلي حضرتك. أبد سيدنا، كمان الإيمان بالقول متساوي له بالقول، إحنا المتساوي دي يعتبر اثنين متساويين مع بعض. مساوي الإف الجوهر. واحد 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 مع الإيد. ولا واحد مع الإف الجوهر. يعني أدق واحد مع الإيد. لا، هو مساوي أدق. مساوي للإف الجوهر تعني الأقنومية. لكن لو واحد يبقى لغينا الأقنومية. يعني احنا بنقول ثالوث في واحد، فالاقنومية مهمة، فلما اقول واحد يبقى لغينا الاقنومية، لكن مساوي يبقى فيه اقنومين بس متساويين في الجوهر، اقنومين بس جوهر واحد. فهي ادق. ادق طبعا، مساوي للاف في الجوهر. معنا استاذ مجدي. الو استاذ مجدي معنا. ايوه معك. اتفضل بسؤالك لسيدنا. ماشي يا سيدنا. اهلا حبيبي. سلام يا سيدنا. سلام والنعمه، اهلا بيك. بالنسبه للصلاه يا سيدنا، الواحد بيصلي بيتعامل مع الناس كويس، لكن الناس ما بتتعاملش بنفس المعامله. يعني يقول لك سامح، لو في عندك مشكله سامح، انت رايح تتبيع ورايح المذبح. دلوقتي لما انا بروح اخدم في الكنيسه بعمل لهم شغل يعني بربع الثمن، يعني خدمه للكنيسه، اما اجي اطلب من ابونا يجي يصلي لي في البيت ما يقدرش يصلي، ده يقول لي ابونا روح لابونا فلان عشان هو المنطقه بتاعته، اقول روح لابونا فلان يقول لي لا لابونا الثاني عشان هو عنده القدره على اخراج الشياطين والكلام ده كله. يعني عندنا ناس في البيت للاسف شغالين في السحر والدجل، للاسف مسيحيين، انا ما بكلمهمش وبتناول، يعني هل ده ياثر فيا؟ ربنا هيقبل مني ولا مش هيقبل مني؟ لا، ما هو البعد عن السحر والشعوذه والحاجات دي لك حق، يعني انك تبعد عن الناس ديت علشان ما يغوكش في الشر يعني. بس هو بيتكلم عن بعد عن الشر يعني. ده بيتكلم سيدنا تقريبا عن كهنه ولا بيتكلم عن ايه؟ لا، ده بيقول الكهنه ما رضيوش يجوا البيت يزوروه يعني علشان هو واخد موقف من الناس يعني.
فالبعد طبعا عن الحاجات دي مهم، وإلا لو الواحد قرب من صحراء أو ناس بيعملوا خطأ ده طبعا صعب، صعب جدا يعني. دولك زي الوثني والعشار ممكن يخش في الخية يعني. آه يعني يتعامل معهم كالوثني والعشار، يبعد عنه. يبعد طبعا، آه، لأن الاندماج مع صحراء أو ناس أشرار هيدخلوه معهم بقى في الشر يعني. سيدنا برضو الماء في إنجيل معلمنا يوحنا، أيوة، برضو في إصحاح 6 ذكر معلمنا يوحنا أن السيد المسيح مشي على الماء. فإيه المدلول برضو في هذا؟ هي فكرة أن السيد المسيح يمشي على المية هو معجزة يعني، ما فيش حواجز تبعد المسيح عننا، حتى لو في حاجز طبيعي من الماء يستطيع أن يمشي على الماء، طبعا دي قدراته كإله متجسد يعني، ما فيش حاجة تقدر تفصل بيننا وبينه يعني، حتى ما لا نستطيع نحن أن نصل من خلاله هو يستطيع أن يصل إلينا من خلاله. وده كان ماء بحر مش ماء نهر. بالظبط، البحر يشير إلى العالم. يعني مهما كانت العوائق هو يستطيع أن يتخطى العوائق. طيب، في إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح 7 اتكلم عن تجري من بطنية أنهار ماء حي. ده عمل الروح القدس في الإنسان، من باطن الإنسان يعني تجري من بطنه أنهار ماء حي، بمعنى إن عمل الروح القدس قال هذا عن الروح الذي كان مزمعا أن يحل، لأن الروح القدس لم يكن قد حل بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. فهو بيتكلم عن عمل الروح القدس في الإنسان في يوحنا 7:37، إن تجري من بطنه أنهار ماء حي. فالروح القدس لما يعمل في الإنسان يبقى زي النهر مش زي البحر. البحر إشارة للعالم، لكن النهر إشارة للمؤمن، والمية إشارة لعمل الروح القدس. البحر يهلك لكن النهر يروي. أيوة، يعطي حياة. يعني دائما الناس ترتوي من الأنهار مياه عذبة، لكن البحر ماء مالح يهلك، لكن النهر زي المؤمن في عمل الروح القدس يعني. طيب، في برضه في إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح 9 القصة بتاعت المولود أعمى، وكان فيها برضه ماء اللي هو بركة سلوام، فإيه مدلول الماء في القصة بتاعت المولود أعمى؟ المية بالنسبة للمولود أعمى كانت تشير لماء المعمودية الواهب للبصيرة والاستنارة، فهو عشان كده حط له طين على عينيه، عشان الإنسان مخلوق من تراب، وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوان، فذهب واغتسل وأتى بصيرا. دي بقى المية برضو إشارة المية المعمودية التي تهب للإنسان البصيرة الروحية أو الاستنارة الروحية. جميل. طيب سيدنا هنستأذن يفتك نخرج فاصل بسرعة كده نكمل حديث السامرية مع يفتك إن شاء الله. فاصل قصير ونعود مرة أخرى مع نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين. تذكرت خطايا جهلي فأهملت دموعي وجلست أبكي كل التنهدات التي في صدري تشتعل كالنار في قلبي. ظلمة عقلي تابعتها وأوامر يسوع لم أحفظها، كل مثالات الشر التي لطبيعتي تابعتها بدون رجائي.
لذلك سقطت مثل البيت المبني على الرمل. حياة السمائين بل والأرضين حارت لأجل خطيئتي إذ صرت طينا. وذا أنا أنظر نفسي ميتة موضوعة في قبر مثل ميت. مرة أخرى أعزائي المشاهدين معنا يافطة الحبر الجليل أنبا بن يمين. سيدنا وسؤال من إخواتنا الصم والبك يمكن ينتبهم بكثير قوي غضب وعصبية وتذمر، فبيبعتين سؤال مع أبونا الحبيب أبونا شنودة، إزاي خلال فترة الصوم ينتصروا على الغضب والتذمر؟ هو لا شك أنه الصوم وصية ضبط، فلما الإنسان يكون منضبط بالصوم ممكن يضبط غضبه، ممكن يتعلم الشكر لله. يعني الصوم يمنعه عن الخطأ عشان هو ضبط، عشان وصية ضبط. بس لما بقى الصوم يقترن بالصلاة كمان فيبقى في صلة مع الله، فيبقى في عطاء اللي هو الشكر، ويبقى الإنسان ميال إنه يريح غيره مش يتعب غيره، أو يتعب من أجل غيره مش يكون سبب تعب لغيره. فالصوم لا شك أنه تدريب حلو يخلي الإنسان الغضوب شكور مش غضوب، يشكر مش يغضب. طيب سيدنا إزاي نقبل الآخر؟ يمكن خلال القصة بتاعت السامرية السيد المسيح بيعلمنا أن احنا نقبل الآخر مهما كان جنسه مهما كانت حالته، دي حاجة يعني ما تخصنيش أنا حالته إيه، هو قريب من ربنا بعيد عن ربنا، خاطي مش خاطي. فإزاي نحن فعلا يكون لنا قبول لكل الناس؟ هو مبدأ قبول الآخر لأن الاختلاف أمر وارد، يعني محدش زي التاني في بصمته، بصمة اليد والعين متفرق. والصوت، يعني فيش حد زي التاني. يعني 7 مليار وشوية في العالم فيش واحد زي التاني تفرق ببصمة اليد والصوت والعين. ولذلك دلوقتي لما بيعملوا فيزا أو كده بيعملوا البصمات التلاتة دول عشان الإنسان متفرد بيهم مفيش حد زيه. فالاختلاف أمر وارد، يعني اختلاف الجنس الرجل والمرأة مختلفين عشان يكملوا بعض، اختلاف الطبائع بين الشرق والغرب مثلا والعادات، اختلاف بين المهن وبعضها برضو للتكامل. يعني المجتمع لازم يكون فيه المهندس والطبيب والمحاسب وكل أنواع العمل، لأن كل واحد محتاج للتاني، ما حدش يقدر يستغنى عن نوع من العمل. وده فكرة التكامل في المجتمع انه يكمل بعضه كله. حتى صوابع اليد الواحدة مختلفة علشان تكون ازاي تتعاون الاصابع في انها تمسك حاجة او تعمل حاجة، يكتب بأني صابع يعني يمسك حاجة ازاي. يعني الفرايتز دي كلها، الاختلافات دي كلها بتدي تكامل وجمال. بالظبط، يعني برضو يمكن الاختلاف هو سر من أسرار الجمال. يعني صحيح، يعني اجتماع المختلفين يعطونا رونقا للقاء. سيدنا يمكن مريم اللي دخلت من شوية في مداخلة سألت وقالت هل السيد المسيح ممكن يتقابل معانا بشخصه زي ما تقابل مع السامرية؟ حقيقة دوت يعني بيجرنا برضو لسؤال، ان السيد المسيح في حواره مع السامرية قالت للسيد المسيح انا اعلم ان مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ فقال له يسوع انا الذي اكلمك هو. هنا السيد المسيح بيعلن ذاته للسامرية في حين انه ما اعلنش ذاته
لناس آخرين ما أعلنش ذاته لليهود؟ إيه السر في أن السيد المسيح يعلن ذاته للسامرية؟ وأصل السيد المسيح تدرج مع المرأة السامرية ولقاها متجاوبة في التدرج. يعني لما سألوها قالت عن المسيح إنسان قال لي كل ما فعلت. بعد شوية لما اتكلمت معاه أرى أنك نبي، أرى أنك نبي، وبعد كده حست أن هو المسيح وقال لها الذي يكلمك هو. التدرج في الإيمان مش عند كل الناس، في ناس بتبقى واقفة عند مستوى معين مش عايزة تنمو في الإيمان. فالإنسان بينمو في الروح، ينمو في الإيمان، ينمو في المعرفة. النمو سمة من سمات الحياة. في ناس بيقفوا مش عايزين ينمو، مش عايزين انهم يبقوا في نمو وحياة مستمر. هي دي المشكلة، وقف عند مستوى معين من المعرفة مش عايز يكمل، وقف عند مستوى معين من الإيمان مش عايز يكمل، وقف عند مستوى معين من الاحتمال والتعامل مع الآخرين. فمهم قوي ان الانسان يكمل. ربنا اوجدنا في الحياة عشان نكمل المسيرة ونتكامل معا في عمل يقربنا من بعض. طيب يعني يا سيدنا احنا فسرنا ان في فعلا يعني حاليا ممكن يبقى في رؤى او في احلام لبعض الناس البعيدين جدا، ومع ذلك الناس القريبين ما يبقاش في هذه الرؤى وهذه الاحلام. حسب الاحتياج. يعني ده الاحتياج. يعني وقال السامرية عشان هي كانت محتاجه ان يعلن لها ذاته. بالظبط. يعني اللي قريب كلمه ربنا في ذهنه وبيقرا وبيسمع وموجود في الكنيسه كده يعني. لكن البعيد ممكن يجي بحلم. ممكن يجي برؤيه. ممكن يجي بكلمه. روح القدس. روح ربنا اللي بيشتغل بقى علشان يشده يعني. بس المهم الواحد ينتبه الى ان ده ربنا بيعمله عشاني. مشكلة ان ساعات الانسان يطلع نفسه من دايرة ربنا فما يلتقيش. هيلتقي ازاي؟ طيب برضو في حديث السيد المسيح مع السامرية معلمنا يوحنا ذكر ان لابد له ان يجتاز السامرة على السيد المسيح. فبرضو ايه المدلول الروحي للجملة دي؟ يعني ربنا مش ممكن يعرف ان في حد محتاج ومتجاوب وما يدلوش احتياجه. كان رايح مخصوص عشان السامريين. بالظبط كده. وعشان كده لما راحت لقته قاعد على البير منتظر. كان منتظرا لها. وربنا بينتظر كل انسان في مكانه او في المكان المعتاد ان يذهب اليه. في ربنا اصطادهم من القهاوي، في ربنا اصطادهم من بيوت الشر. يعني ربنا له طريقته في اصطياد الانسان يعني. بس الانسان يكون واعي للطريقه او فطن لايد ربنا اللي عايزه تنقذه. ساعات الانسان ما يكونش فطن او واخد باله فما يستفدش، يفوت الموقف وما يستفدش. يروح السامره من طريق تاني. طريق ابعد شويه. ولكن هو السيد المسيح يعني راح من الطريق ده في مخاطر، مش مهم المخاطر، لكن هو رايح مخصوص عشان خلاص السامريين. طبعا. وكانت الساعة السادسة وقت الصليب. يعني وكأنه ذهب ليبدأ الصليب، يبدأ الخلاص، خلاص إنسانة بعيدة زي المرأة السامرية. طب برضو قال للسامرية تأتي ساعة وهي الآن. ما المقصود بهذه الساعة واشمعنى قالها الآن؟ يعني عايز يقول ان دي ساعة الخلاص يعني اللي جاي علشان يخلص البشرية كلها. وعلى الصليب فعلا عمل كده، فكانت بداية للقاء يؤدي الى الخلاص. وفعلا مش بس هي، ده المدينة كلها. وقالوا لها بعد كده ليس بسبب كلامك نؤمن بل لأننا رأينا وسمعنا. لما قعدوا مع السيد المسيح وشافوا وسمعوا. جميل. معنا أستاذ سامح. ألو. كلام يا بون.
سلام ونعم، اهلا بيك، اتفضل حبيبي. اتفضل ايديك يا سيدنا. اهلا بحضرتك. سامح معاك يا سيدنا. اهلا بيك. بقول لنفسك ايه يا سيدنا؟ اتفضل. بالنسبه للسامريه يا سيدنا. بالنسبه للسامريه. ايوه. دخلت في سلسله الاسباب. نعم قول تاني يا سامح. السامريه ما أيوة. دخلت في سلسله الانساب. دخلت ايه؟ دخلت في سلسلة الأنساب. سلسلة الأنساب. وطبعا سلسلة الأنساب فيها أسماء كثيرة. يعني عايزة دراسة شوي. لا بس مش المرأة السامرية. عايز تقول إيه يعني؟ هو قطع؟ قطع. مش معانا. وريت توضح بس عايز يقول إيه من سلسلة الأنساب يعني. ممكن يتصل مرة تانية. طيب سيدنا نيافتك قلت إن ديت ساعة خلاص يعني تأتي ساعة وهي الآن. اقصد بيها دي ساعة خلاص. بالزبط. ساعة خلاص للسامرية البداية او السامريين او السامرية. اتت الساعة التي يبدأ فيها في الساعة السادسة خلاص البشرية. برضه ديت مرتبطة بالساعة السادسة. مرتبطة بالساعة السادسة ايوه. معانا برضه استاذة سميرة. الو. الو. اهلا بيك اتفضلي. لو سمعت عايز اسأل سيدنا سؤال. معاك اتفضلي اتفضلي قولي. مساء الخير يا سيدنا. اهلا بحضرتك. أنا نفسي أتكلم معاك من زمان، أنا سلوى من السميرة. أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً. أنا مدرس الدين المسيحي والصف الثالث الابتدائي يعني، ففي عيال شاطرة بتسألني أسئلة. فالنهاردة توجه لي سؤال كده ما عرفتش يعني أقنع العيال دي إزاي. قالوا لي إزاي السيد المسيح ساب السماء، يعني هو ساب إلهيته في السماء. ونزل لبطن السيدة العذراء بالجسد، ولا هو نزل جسد وألوهيته معاه؟ هو اللاهوت لا يحد يعني زي دي أطفال صغير عايز أفهمها إزاي. يعني زي ما قال الكتاب الحل فيه ملء اللاهوت جسديا، يعني تجسد بمعنى أن صار مرئيا من خلال التجسد، تجسد وتأنس، فمن خلال التجسد صار مرئيا وممكن الواحد يتكلم معاه ويشوفه. فكما ولد من الآب قبل كل الدهور ولد من العذراء في ملء الزمان وحل فيه ملء اللاهوت جسديا، فعشان كده صار مرئيا. يعني لم ينفصل عن الآب. لا زي شعاع الشمس ثابت في القرص ووصل للأرض. يعني الضوء، يعني القرص نشبه الآب به. وبيولد الأشعة النور، والنور الأشعة ثابتة في القرص ووصل للأرض. ده مش معناه أنه ترك السماء لتجسد الابن الكلب ولا انفصل عن الآب. لا انفصل عن الآب ولا ترك السماء. ولا ترك السماء. معنا أستاذة مريم. ألو أستاذة مريم. سلام يا أستاذ أبونا. سلام ونعم أهلا بيك. معاك سيدة. أهلا بحضرتك اتفضل. يا أبونا دلوقتي لو واحد مثلا مات قبل ما يتوب مفيش عندنا حاجة نصلي له أو حاجة عشان ربنا يسامحه؟ أصل التوبة دي مين يقدر يحكم عليها؟ ده ممكن يكون تاب وهو بيلفظ أنفاسه، فما يعني دي ما تقدرش أي نفس أخرى تحدد تاب ولا لا، ربنا بس اللي يحدد يعني. دور سيدنا في حديث سيد المسيح مع السامرية ذكر العبادة بالروح والحق أو السجود بالروح والحق، ما معنى السجود بالروح والحق؟ الحق اللي هو السجود الحقيقي يعني في الإيمان الحقيقي، في الصلاة الحقيقية، في التواصل الحقيقي، كل ما هو حق يعني. والصلاة دايما تاخد الحق من إدراك الإحساس بوجود الله أو بحضرة الله. فالساجدون الحقيقيون بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، يعني سجود حقيقي، صلاة حقيقية، يعني في نوع من الـ الواقعية في الحياة يعني في الصلاة.
فسيدنا يمكن شخصية السامرية بجانب ان هي كانت يعني بعيدة كتير ويمكن ليها اخطائها وخطاياها، لكن كان فيها ايجابيات في شخصيتها، يا ريت نيافتك تبرز لنا الايجابيات في شخصية السامرية. والحقيقة من احلى الاشياء في السامرية انها كانت محاورة جيدة. يعني فرصة طلعت اللي جواها. المحاور الجيد مع الله يستطيع انه يخرج ما بداخله من مشاعر ويجد الاجابة. من خلال احد الشخصيات الروحية اللي ربنا بيتكلم من خلالها، او الشخصيات الكنسية، او بطريقة او باخرى ربنا هيتكلم من خلال وسيلة معينة. فهي ميزت صوت ربنا، ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة التانية انها كان عندها الاستعداد انها تنمو في الايمان، زي ما قلنا تدرج. التدرج في الايمان والنمو فيه. ايضا استفادت من كل ظروفها، وقالت له او قالت عن السيد المسيح: انسان قال لي كل ما فعلت، لعله المسيح المنتظر. فقدرت تستنتج صح. يعني في ناس تقرا قليل لكن تستنتج كتير، منهم البابا شنودة قال كده عن نفسه، يعني انه بيقرا طبعا باستمرار، لكن قراءة قليلة توصل عنده الى مفاهيم كثيرة. فدي كلها مميزات جميلة في شخصية استفادت وانتقلت من الى. وكانت صادقة. طبعا صادقة مع نفسها جدا، وصادقة كمان مع المحاور السيد المسيح له كل المجد. ولذلك هي فرص، لو الإنسان فوت فرصة ما يضمنش أنها ترجع. الحياة فرص، والفرص دائما لابد أن يستفاد منها، لأنه ممكن ما تتكررش. كرزت بالمسيح. واستفادت باللي خدته وافادت. يعني ممكن... نعم استفادت وافادت. ممكن انسان يلتقي بربنا لكن ما يستفيدش ولا يفيد، فتكون النتيجة، او يستفيد ولا يفيد، يعني ما تبقاش بنفس العمق اللي خدته السامرية. فالحقيقة نموذج رائع الحقيقة، فيها صفات جميلة وفيها مواقف ياريت الواحد يستفيد منها. يعني كان سيدنا برضو نيقوديموس في مقابلة، يعني او مقارنة بين السامرية ونيقوديموس، هما الاثنين التقوا بالسيد المسيح، لكن نيقوديموس اخفى معرفته عن السيد المسيح ولم يظهرها الا بعد القيامة. يعني بس استفاد برضو، يعني بس مش بصورة مباشرة، لكن بالحوار قدر يوصل بعد كده. فهو لا شك ان كل لقاء مع المسيح له فوائد كثيرة. ما كانش عنده الجرأة، يعني ان هو يعني ما كانش قادر ياخد الخطوة اللي خدتها السامرية وهي امرأة. في نساء اشجع من الرجال، دي حقيقة. ويمكن ده اطول حديث، يعني صحيح يكفيهم او يكفيهن، يعني فخرا ان السيد المسيح اطول حديث ذكر في الكتاب المقدس ذكر مع امرأة. العجيب ان التلاميذ كمان تعجبوا انه كان يتكلم مع امرأة. يبدو ان السيد المسيح ما كانش متعود على الحكاية دي، يعني كان مثال للانضباط في كل تصرف. السيد المسيح طبعا شخصية متكاملة وكاملة، فكان مثال رائع. يعني حطم حواجز كثيرة، يعني حطم حواجز حواجز كثيرة فعلا. إن الحاجز اللي بين اليهود والسامريين تحطم، بين الرجل والمرأة تحطم. عشان كده بنقول والحاجز المتوسط نقضته، والعداوة القديمة قتلتها أو أزلتها. يعني طيب سيدنا، في الطقس وفي الليتورجية، إن الإنجيل بتاع السامرية بيذكر في الأحد الرابع من الصوم الأربعين المقدس، وأيضا في الأحد الثالث من الخمسين المقدسة، وفي السجدة الثالثة برضو بيذكر إنجيل المرأة السامرية.
ايه المدلول في كل مناسبة يعني؟ طبعا كل مناسبة لها هدف يعني. يعني السامرية بقصتها تذكر في الأحد الرابع من الصوم الأربعين المقدس لهدف التوبة. إنسانة تحولت من حالة إلى حالة أخرى وهي دي التوبة، اتغير اتجاهها تماما يعني. وفي الخمسين تذكر في الأحد الثالث إشارة للماء الحي عمل الروح القدس، فدي برضو نقطة مهمة. وفي السجدة، في السجدة الثالثة من يوم عيد العنصرة إشارة لحلول الروح القدس وعمله في الإنسان يشبعه داخليا، فسكن الروح القدس وعمله المستمر في الإنسان. فكل حاجة منهم بتكمل بعضها، توبة، الماء الحي، إن الإنسان ينعم بالحياة بعمل الروح القدس مع الآب والابن. والحاجة الثالثة في السجدة عشان عمل الروح القدس والعبادة المقبولة، سجود بالروح والحق. طيب سيدنا، أهمية التوبة بقى يعني، طبعا أكيد برضو قصة السامرية هي قصة توبة. يعني السامرية قبل ما تلتقي مع المسيح كانت إنسانة بعيدة، خاطئة، ناقمة على المجتمع، منفصلة عن الزواج، يعني إنسانة مش مثال يعني، إنسانة صعبة جدا حالها يعني، يرثى له أي حد يعرفها. بعد ما قابلت السيد المسيح بقى تحولت إلى إنسانة كارزة، جمعت الكل حول المسيح، استفادت استفادة روحية ونقلة، وأعتقد أنها استمرت ورا المسيح ما سبتوش، فهو العريس السابع الذي لا يترك. ده كانت مع خمسة، رقم كمال. والسادس ليس بزوجها، مسيح السابع بقى. طبعا بمعنى العريس الروحي يعني مش الجسدي. كمان المرأة السامرية بعد السيد المسيح تحولت إلى إنسانة دائما تتكلم عن المسيح، تعالوا وانظروا، تعالوا وانظروا، إنسان قال لي كل ما فعلت، لعله المسيح المنتظر. فدي رسالة جميلة، مش هي بس اللي استفادت منها، لكن كل من سمعها استفاد منها. كانت إنسانة نافعة جدا للسيد المسيح، يا ريت احنا برضو نكون نافعين هكذا يعني. يمكن ده يا سيدنا يخلينا برضو ان احنا ما نبصش لحد باحتقار خالص. طبعا طبعا اي انسان ممكن يسبقنا لو الواحد مش واخد باله من نفسه ومكتفي بما هو فيه، ممكن ناس كتير تسبقه. فالاكتفائية صعب روحيا يعني، لازم الانسان يكون مشتاق دائما للنمو الروحي وللسعي دائما الى ما هو اعلى روحيا يعني. ممكن هي راحت البير وقت الساعة السادسة، وعشان ده وقت حر الناس مش هتروح تملى مية، فبالتالي مش هتتقابل مع حد، جايز اللي بيقابلوها بيعايروها او بيبصولها بصة احتقار او نظرة دونية. لكن هي بقى لما عرفت السيد المسيح جريت عليهم وكلمتهم عن المسيح، يعني كان عندها طاقة حب برضو. صعب طبعا، قبول للناس طبعا. هي رغم المعاناة اللي كانت فيها لكن كان فيها طاقات مدفونة محدش يعرف، فجرها المسيح له المجد بأنها تروح تنادي الناس علشان يجوا يشوفوا المسيح ويسمعوا. والعجيب أنهم مشي وراها يعني، برضو إنسانة بالصفات ديت محدش شك أنها تكون كذابة مثلا أو بتكذب عليهم. فده يدل على ان اي انسان يتعامل مع ربنا ويحس بيه وربنا يشتغل فيه لابد ان يكون مصدقا عند الناس. ده عمل الهي، وهذا العمل الالهي خلاها نجحت في تجميع الناس حول المسيح.
هكذا كل من يسلك نفس المسلك بتاع السامرية لازم يوفق في جذبه للآخرين عشان يستفيدوا. والعجيب ان الناس دي ادعت السيد المسيح ان هو يمكس معهم والسيد المسيح استجاب ومكث معهم وفي الاخر كل اللي جم قالوا للسامرية ليس بسبب كلامك نؤمن بل لاننا رأينا وسمعنا. مش انت بس اللي عرفتيه، احنا كمان عرفناه كويس، استفادوا يعني استفادة كاملة مثل السامرية. وده مسألة الوقت ومسألة الجهد، مش هي المقياس. مش المقياس ان نعرف المسيح من كام سنة او بدرجة معينة، مش ده المقياس، لكن الاستفادة وصلت لفين، هي دي النقطة. فهل سيدنا برضو يعني الليتورجية لما في الأحد الثالث من الخمسين المقدسة تذكر إنجيل السامرية، هل هذا برضو إشارة إلى القيامة؟ لأن ديت قصة قيامة زي ما التوبة قيامة. التوبة قيامة يعني، وحلول الروح القدس كان ناتج عن القيامة. فالتوبة القيامة الأولى، ليس للموت الثاني سلطان على من يقوم القيامة الأولى. التوبة يعني القيامة بالجسد تبقى يعني بسلطان، فالقيامة بالروح بالتوبة والقيامة بالجسد وكمان عمل الروح القدس وسكنه في الإنسان بيدي للإنسان إمكانيات مش موجودة كانت في القديم، لأن في القديم كان روح الله يحل ويغادر، دلوقتي في العهد الجديد لا، يحل ويسكن، يعني عمله يكون دائم في الإنسان لا يغادر. طيب في السجدة يا سيدنا يقال إنجيل السامرية ونيافتك قلت لنا علشان دوت السجود بالروح والحق، أهمية السجود بقى في العبادة يا سيدنا، يعني يمكن كعمل برضو طقس من ضمن الأعمال العبادة ومن ضمن الطقس هو السجود، فنيافتك كنت قلت لنا قبل كده فرق بين الانحناء الحناء تعني التوبة. السجود لها يعني معاني كتير قوي، السجدة لها معنى كتير. أول حاجة بيلقي ما على كتفيه من أحمال قدام ربنا، أحمال مسؤوليات أخطاء كل حاجة يطرحها أمام الله، لذلك فالسجدة عبادة والسجدة توبة والسجدة تواصل مع الله. فدي يعني فرايتز كتير او يعني حاجات تبدو مختلفة لكن بتكمل بعضها، مهمة جدا جدا الحقيقة. سجود في الانحناء هي توبة او يعني انحناء زي العشار لم يشأ ان يرفع وجهه لكن اخضع رأسه وقرع صدره وقال اللهم ارحمني انا الخاطئ، دي حال التوبة. السجود بقى بيعني التوبة مع العبادة مع الامتلاء من عمل الروح القدس، يعني لها أكثر من مجرد الانحناء يعني. والقيام بعد السجود ده القيام يا سيدنا يعني فيما الواحد بيسقط أحيانا يقوم له إمكانية القيامة، فعشان كده المطانية لها فاعلية قوية جدا في انتصار الإنسان على الخطية، لأن القيامة انتصار على الموت والموت ناتج عن الخطية، فعشان كده بيعيش النصر على الخطية، ودي حاجة جميلة. المطانيات مهمة قوي. نعم يعني في الليتورجيات بتاعتنا يعني السجود فيها السجود طبعا وإكلينو مين تغناتا اللي بنقولها في الصوم، نحني ركبنا ثم نقوم ونحني ركبنا ثم نقوم ونحن ركبنا، يعني توبة مستمر، توبة مستمر وحياة انتصار وقيامة. أيوة. مرسي يا سيدنا على المفاهيم الجميلة في تعيش أبونا، ربنا يخليك. إنجيل السامرية كالعادة بتفوت الحلقة بسرعة. ما بنحسش بيها الوقت، ما نيافتك حلو. تعيش لكل حلقة. تعيش سيدنا. شكرا ليك يا سيدنا، شكرا أبونا الحبيب أبونا شنودة، شكرا لأسرة البرنامج وليكم أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم كونوا معافين في الرب.